اما ان انت تقضيها اهلي او تقضيها تماحيك، ايه بقى؟ الاحلام الكبرى والغايات الكبرى والبطولات الكبرى يتقضيها بطريقة الاهلي، انك تحلم، تصدق حلمك، تأخذ بالاسباب من خلال منظومة وعمل مؤسسي توفر له كل فرص النجاح، اي فتحقق الاحلام على ارض الواقع، وتتحول هذه الاحلام الى واقع يمكن رصده، وارقام يمكن الرجوع اليها، وعالم يرددها وينقلها عنك، ويكفيك شر او فكره انك تحاول تسعى لاثبات هذا الانتصار وهذه الاحلام الكبرى، لانها موثقه. سهل جدا، العالم كله دلوقتي بيروح، فتعمل لك المكانه والفخر والزهو بطريقه النادي الاهلي. البديل بقى لو ما عملتش كده، توهم انك بتحقق، توهم انك بتنجح، توهم، خش في جدل انا وانا وانا وانا، ومن كتر اللجج والجدل بعد شويه بتصدق انك عملت، فتروح تنام مبسوط وتقف محلك سر وما تعملش حاجه. هنا اكثر درجات الضرر، لانك هنا بتخدع نفسك، والاهلي ما بيعملش كده. لا، اللي ما بيعملش كده، وعشان كده في الليلة الكبيرة يا أهلي كانت قمة الفرحة وقمة الزهو وقمة الفخر